طلقاتنا مستمرة، تحديات متجددة على أرضية هذا الميدان. شوط يبدأ وشوط ينتهي بالإثارة. شوطنا العاشر انطلق منذ لحظات، خصص القعدان الفطامين المشتركات مع صندوق المفتوح. نسير مع الصدارة، مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول شاهين عبد الله بن مبارك من كنه الدرعي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني تقدم من شاهين ومحمد بن عبيد بن عرش الشامسي خذ المركز الثاني، المركز الثالث وصول في هذه اللحظات وتقدم في هذه الانطلاقات المستمرة عشان وسلطان بن راعي الشامسي خذ المركز هنا ايضا الثالث. تابع الاسماء الاخرى الشعارات المنطلقه في هذا المسار المستمر، الباحثه عن ناموس هذا الشوط، الباحثه عن انتصار هذا الشوط. ولكن نعود مع بن كنا، نعود مع بن كنا مع الصداره على مقدمه الشوط وعلى المركز الاول في هذا المسار المستمر في هذا الابداع الكبير. ما شاء الله، هذا هو بن كنا مع شاهين عبد الله بن مبارك بن كنه الدرعي على الصدارة على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق المستمر في هذا الإبداع الكبير والمثير. تابع الشعارات الأخرى، شوف الفارق، وتابع هنا أيضا الأسماء القادمة، الشعارات المنطلقة في هذا المسار المستمر. بن كنه الدرعي على الصدارة، ولكن براعي، ولكن براعي الشامسي بدأ يتقدم مع المركز الثاني، المركز الثالث. يا سلام يا سلام يا سلام، ياهو تقدم، ياهو ابداع من شعار بن حمدان، بن حمدان الشامسي بدا يتقدم، ولكن براعي، ولكن براعي مع الصداره على مقدمه الشوط يتقدم مع البدايه مع عشاق 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 سلطان بن راعي الشامسي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني وصول في هذه اللحظات وتقدم من خلال توقيت شعار سيب بن علي بن حمدان الشامسي. أما المركز الثالث في هذه اللحظات وصول وتقدم من خلال قلمود سالم بن مبخوت بلوتي العامري. هذه النتيجة، توقيتنا الزمني في هذه اللحظات 2:14، تهانينا والناموس.